الواقع او في الجيم جامد عندي الايم طلقة في راس العدو اجيب له خصومي الطين ما اضرب لهم حساب كانوا واحد ولا ميتين اي حد يجي منهم في طريقي اقول له هلا بالزين جيت الجودزيلا من جانا عطلة من ما لا عدلة ابهدلة ما عندي مشكلة لو تخلص ذخيرة سلاح يعاد الناس تبدلة اجيكم بسكين ولا ارمي قنبلة لاني قدها وفتاها شحني اللايكات واتباها لو جيتني دي منك فلاها دي الامور لا تحمد عقباها عندي سكيلز ما شي كماها خلي خصومي على عماها فاغي رفاها من اللي جاها من يقولوا بص الحركة اللي تسواها لاني بسكوتي صلابتي مثل دفاعي انستي من قبل منطقتي علي الاطلاق في تيمي رفاق ما يخونوا ميثاق بدعم له جستي زبوني ما انت قستي ما بكرمك الا بالبالستي شوف اللي قبلك ذاق ناري لما اجي عالطاري يقولوا اسمه جستي عاجبك كذا راسك في الجيم اتكسر نص الشهر تلقى جيبك طفر لك عندي ديل ما يتوفر مع لايك كارد انا ما اخسر لاني دافع اقل ولاعب اكثر عاجبك كذا راسك في الجيم اتكسر فضى نص الشهر تلقى جيبك طفر لك عندي ديل ما يتوفر مع لايك كارد انا ما اخسر لاني دافع اقل ولاعب اكثر شوف اللي كفر 7 ايش يسوي ده وانا توي ليفل مقوي صوتها لو ضرب انضرب جوي شوف ناره من الفوق وهطوي امشي لنا في الساحه بين العدا ما التفت لهم الا اذا حد فيهم حاول يبدل الاداء لضرب كل شيء يمشي كذا كذا انا بازي وقدامي كنال اجي غازي وارجع لدياري سالم وغنائمي بجواري دلتي فواحه تغبي ناري اما اللي نجوا من دماري فكرت انا واتخذت قراري من حنيتي خليتهم في حرم لكي غلمان وجواري في اللعبه قديم لو ما انت داري من ايام الصخر والاتاري متعب طيكي جي تباري ما فيهم احد قدر يجاري كل من فيها طلع تجاري مين يهوب عندي في مداري انا ضاري ومن حولي ضواري اسطولي عالي الصواري مسكة تتسكن تتسكن اتمكن منك ولو انك تستبر الزون راح تتركن جنابي مؤمن تيمي في ظهري يتضمن رجال جلاد اشاوس في الساحة لو يقدر لا يثمن عاجبك كذا راسك في الجيم تكسر فضى نص الشهر تلقى جيبك طفر لك عندي ديل ما يتوفر مع لايك كارد انا ما اخسر لاني دافع اقل ولاعب اكثر عاجبك كذا راسك في الجيم تكسر فضى نص الشهر تلقى جيبك طفر لك عندي ديل ما يتوفر مع لايك كارد انا ما اخسر لاني دافع اقل ولاعب اكثر عاجبك كذا راسك في الجيم تكسر لك عندي ديل ما يتوفر